توقعاتك ايه لمباراه ليفربول وايفرتون النهارده؟ هو اكيد مليون في الميه يبقى ماتش كويس جدا في كوره، لان كارلو انشيلوتي ويورجن كلوب، فهيبقى في كوره، هيبقى في كوره، هيبقى في يعني في زي ما بنقول احنا كده بالعادي مدعكه، بس ان شاء الله ليفربول ومحمد صلاح يجيب جول باذن الله، يعني باذن الله ان شاء الله. والله النهارده ماتش ليفربول هيبقى ماتش جامد جدا، وده اللي احنا مستنينه من كارلو انشيلوتي كمان، يعني غير كده كمان ان صلاح عامل موسم كويس الموسم اللي فات، والموسم ده ان شاء الله هو يعمل حاجه برده كويسه. ليفربول كالعاده يعني هيكسب، بس ممكن بتاع 2-3 اهداف. ممكن انشيلوتي يفاجئ ليفربول باداء هجومي في البدايه، فممكن يعني ليفربول يتفاجئ باداء ايفرتون، وممكن لا، بس يعني اعتقد الماتش هيبقى ماتش حلو، هيبقى ممتع للمشاهد، واعتقد ان المباراه تبقى كويسه يعني. 2-0 ليفربول. فوز ليفربول ان شاء الله. ان شاء الله محمد صلاح يجيب جونين وماني يجيب جول. متوقع النتيجه تكون كام تقريبا؟ النتيجه تكون كام؟ مش عارف، بس هو يعني في الغالب احنا كمصريين نقول محمد صلاح، بس هو الطبيعي ان انا حاسه ان كارلو انشيلوتي ممكن يعملها كالعاده ويكسب. اكيد ريتشاردسون ده هيجيب جون، ف 2-1 صلاح اكيد، يعني عشان بحب صلاح جدا يعني، بس وما اعرفش مين تاني الحقيقه. ممكن ليفربول لان هو من بدايه الدوري ماشي كويس، فاعتقد انه هيفوز، بس هيبقى الفوز هيبقى صعب مش سهل، هيبقى الماتش هيبقى حلو، بس يفوز ليفربول مش هيجي بسهوله. صلاح وماني، ممكن ماني وممكن فيرمينيو.